أهلا بكم يا أصحاب، ده فلوج لمعرض الكتاب. دلوقتي أنا متجه صباحا للأوتوبيسات بتاعت المعرض. بحبيت الأول أصور لكم الفيو من بعد صلاة الفجر داخل مدينة دمياط الجديدة، وأنا للأسف ملقتش تاكس الصبح، فاضطريت إن أنا أتمشى شوية عبال لما لقيت ناس محترمين خدوني معاهم لغاية ما وصلوني للأتوبيس. هنا راكب الأتوبيس ومتجهين للمعرض. هنا في الاستراحة بشرب فنجان قهوة لأني مش شايف قدامي خالص، الطبيعي يعني. ودلوقتي وصلنا لمعرض الكتاب بعد رحلة دامت 4 ساعات. ده المنظر أول لما نزلنا بالأتوبيس. بصراحة كنت فرحان جدا. هنا صديقي الكاتب أحمد سلمي، وهو ما بيحبش الشهرة وقاعد يقول يا عم ما تصورش، سيبني في حالي بقى. هنا الأصحاب كتاب محافظة دمياط، حسن ومصطفى، أو الأستاذ حسن والأستاذ مصطفى حنيجل، والاثنين أصحابي أو الثلاثة أصحابي هما كتاب من محافظة دمياط معايا. دلوقتي دخلنا على الهيئة العامة للكتاب. خلينا أقول إن إحنا ماشيين أو هنمشي في هنا بمبدأ أنا راجل شحات ومعيش فلوس، وبالتالي كنت قررت بجد السنة دي إن أنا مش هشتري إلا من المعرض، من الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لأصول الثقافة. هنا طبعا مصطفى أول ما دخل اتسحل مع الكتب زي كل سنة. بصراحة الهيئة العامة للكتاب منزلة شغل جامد جدا جدا جدا، وقدرت إن أنا أشتري أو أجيب شوية حاجات حلوة جدا من هناك، خاصة البارتيشن الصغير ده هو أكتر بارتيشن جبت منه حاجات للأسف، وفعلا الحاجات كلها كانت كويسة وأفادتني كتير جدا. شوف المكان اللي بشاور عليه ده، جبت منه شوية كتب حلوين جدا، ومسرحيات صلاح عبد الصبور كلها في الحتة دي، وبصراحة كانت مفيدة جدا جدا جدا. كملنا ماشي بقى. عاوز اقول لكم ان فعلا فعلا أكتر مكان السنة دي حاولوا تشتري منه هو الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لأصول الثقافة. يا جماعة بصراحة الشغل بتاعهم حلو ومتجدد، وكل سنة بينزلوا كمية عناوين محترمة جدا، وفعلا فعلا هتستفادوا منها ومش هتدفعوا فلوس كتير جدا، خاصة على الأقل لغاية لما أزمة الكتب دي نشوف هيحصل فيها إيه وهتوصل لإيه. هنا كملنا ماشي، بدأت بقى أتمشى في المعرض وأتفرج على الكتب بمبدأ المواطن الشحات، ماليش دعوة بأي خصومات. بصراحة الخصومات كانت جامدة جدا، دي دار الكارما عاملة خصومات حلوة جدا 30% و90%، وحقيقي حقيقي عندهم كمية عناوين محترمة جدا. ولكن يا جماعة أنا راجل محترم شحات ومش هقدر أشتري. دارك نفس الكلام، عندهم أعمال كتير جدا وعندهم حاجات خصومات حلوة جدا، وفعلا كانت مغرية جدا. وكل ده كنت امسك نفسي اقول افتكر ان انت معكش فلوس، افتكر ان انت مش قررت ان انت ما تصرفش حاجة. دي دار الرواق وما شاء الله عليهم، عناوينهم محترمة جدا وعندهم شغل محترم فعلا حقيقي. كل لما امشي في المعرض والاقي اي عنوان يشدني اقول افتكر انت بلاش لاقي تاكل، وبلاش تدور دلوقتي، وبلاش تشتري دلوقتي، اصبر واستنى وشوف. احمد سلمي وحسن وهما بيجيبوا الاعمال بتاعتهم، وهنا احمد سلمي برضو راح يشوف المجموعة القصصية بتاعته في دار ابهار، وبقول له مبروك عليها، وهي عمال مصنع الزبادي. أحمد سلمي كاتب شاطر جدا وقلمه محترم في حقيقي.
كملت الجولة بتاعتي دلوقتي، وأحب أعرفكم يا جماعة إن كان ده يوم الجمعة الأولى في المعرض، والحقيقة كان الدنيا كانت مش زحمة زي ما كنت متخيل الحمد لله. هنا في وصلنا للهيئة العامة لأصول الثقافة، وعايز أقول إن دي اللي صرفت فيها فلوس كتير جدا، على قد فلوسي طبعا، على قد ما أنا كنت مخطط طبعا، واشتريت كمية حاجات رهيبة جدا وعناوين محترمة جدا، وقدرت إن أنا أجيب حاجات بفلوس زهيدة جدا. فعلا لما تروحوا هناك يا جماعة، أول حاجة تروحوها الهيئة العامة لأصول الثقافة قبل حتى الهيئة العامة للكتاب، وده طبعا عشان خاطر العناوين اللي انتوا شايفينها قدامكم دي لطه حسين، عناوين محترمة جدا جدا جدا، وجبتها كلها بصراحة. ودي سلسلة فائزون، وجبت منها كذا حاجة شدت انتباهي، وطبعا انتوا عارفين الأسعارهم محترمة جدا. هنا بدأت ان انا ازور الاصدقاء واهنيهم على الاعمال بتاعتهم، واروح لهم بقى البارتيشن بتاع كل حد فيهم. هنا دخلنا البلازا وقلنا نرتاح شوية من اللف في صالة واحد واثنين، فدخلت في بلازا واحد وكانت زحمة برضو. رحنا عند دار الشروق نتفرج عليهم ونتفرج على اصداراتهم زي ما قلنا قبل كده. انا شحات طبعا، بقول لنفسي ده كويس قوي و مش هشتري، انا بس هتفرج واحط في دماغي العناوين واشوف هقرر اعمل ايه بعد كده. هنا الزميل والكاتب رامي احمد، بقول له الف مبروك على العمل بتاعه، ورحت عشان خاطر اسلم عليه وابارك له على العمل بتاعه. هو كان واقف مع القراء بتاعه في دار نون، وها قد حانت اللحظة الحاسمة واللي هي وصلت فيها لدار زين، الدار بتاعتي واللي فيها الأعمال بتاعتي، وكنت بتفرج وبشوف العمل بتاعي وهو موجود على الرف، وهو أهو قديني بصوره قدامكم، مذكرات بينوكيو. وأتمنى أن ناس كتير تقدر تقتني وتشرفني برأيها. طبعا جوعنا جدا زي ما انتوا عارفين، وبالتالي خرجنا لمجمع المطاعم، صورنا الدنيا هناك شوية وارتحنا أنا والأصدقاء، وأكلنا عند الراجل المحترم جدا الخلوق سيد حنفي. وهنا وانا حبيت ان انا كده اخد لقطة حلوة كده للمكان وانا برا، وده منظر البلازا بالليل، وده معاد المرواح. هنا وانا ماشيين خلاص بنودع المعرض، بصراحة كان يوم متعب جدا ومرهق. وهنا قررت ان انا اتجه للاتوبيسات عشان خاطر كانوا مستنيينا، وببص البصة الاخيرة او ننظر النظرة الاخيرة للمعرض، واتمنى ان انا اقدر ارجع في الاسبوع الجاي. وده الاتوبيس، اتمنى ان اكون كنت خفيف عليكم ويكون اسعدتكم. شكرا لكم، سلام.